بعتي به الوكيل. انا ما عمري اشتعملت مع تجار من اسيوط ولا اعرف حد منهم، كفي يدينوني بس. هو سؤال واحد محدد يا لطفي، الشيكات دي بتاعتك ولا لا؟ ايوه بتاعتي، وكنت ماضيهم للزفت مناع حسان، زي شيكات كتير كنت ماضيها وسحبت بيهم مواشي وعلف وكماوي. في تاجر سمات كبير من اسيوط اشترى الشيكات من مناع وخد عليها رفض من البنك، ها هتدفع الفلوس ولا رجعك الحجز تاني؟ طب اكلم اخويا في البلي انا، يجيب الفلوس ويجي لحد هنا. ماشي، بس يا ريت تعرفه انك هتفضل في الحجز لغايه ما يجي، لانك النهارده اكيد هتبات في التخشيبه. وماله يا بيه، انا غلطان واستاهل الربايه، المصيبه الشيكات اللي عليا كتير وانا عندي املاك وما عنديش سيوله. طب ما تحاول تتفاهم مع الديانه بتوعك يا لطفي، او حتى تشوف محامي يشوف هتتصرف ازاي ولا هتعمل ايه. تاني ديانه يا بيه، يا بيه هو واحد بس اسمه مناع حسان، ودول رجال مصدرهم ليا. البيه بسلامته عايز يعلمني الربايه عشان علت صوتي على مرته في التليفون، لكن معلش انا اللي استاهل برضك. عن اذنك يا بيه اكلم في التليفون اشوف اخويا يتصرف يبيع دكانه ولا بيت، او يشوف مناع فين ويحاول يرضيه. اتفضل يا لطفي. الو، انا رايح اطلع على الارض اللي هنبنوها واشوف المفار نضفوها من الزرع ولا. والله حرام الزرع اللي اتقلع من نص فدان ده. هنغرسه في الفدانين اللي صلحناهم شرق الارض. لا قول لي يا عمر، انت مش معاك بطاقه؟ ما تكلم اخويا مناع يشتري لك ارض جنبه ونبنيها لنفسنا وتبقى باسمك رسمي. والله انا فكرت في الموضوع ده، بس خفت فاتح مناع يرفض ويكسفني. ما دام في مداول هيبني بالمسلح تبقى فرصه يبني لنا بيت جنب اخويا مناع. يا ريت، وهدفع حقها بما يرضي الله. خلاص انا هكلم اخويا مناع واخليه يوافق ما دام معاك بطاقه. كلميه وشوفه هيقول ايه. انا ماشي. ما تعوقش، انا قدامي شويه وراوح احط الوكل على النار. غطي رجليك وانت قاعده كده. واه فيه يا راجل، هو في حد معانا؟ وكل الناس مشغوله في الغيط وانا علي على الارض اهو. انت ناسي اما شفتك وانت بتتسبحي في المسجد؟ كنت فاكره ان محدش شايفك. وهجت على راسك وتجوزتني. يلا روح روح وما تعوقش. السلام عليكم. وعليكم السلام. ميتة يا رب هتوب عليا من غسيل المواعين ده، ويبقى عندي غساله زي غساله اخويا مناع. يلا. بيتك ليه وما يقدرش اقدم خطوه؟ ليه؟ ده لسه ناقص 30 كيلو. العربيه سخنت يا عمده، ما اقدرش امشي بيها تاني لتولع. ما انك سواك فقري. امسك 50 جنيه. يلا اتكل على الله. 50 جنيه؟ لا طفت بيك المحافظة مركز. هات 100 جنيه. دخلني الغايد جوا ولا اديك ال 100 جنيه؟ الغايد جوا. بعد 30 كيلو 30 رايح و30 جاي. يبقى الله والغني عنك وعن فلوسك. يعني ايه تقولك ده؟ ايه اقولك ده؟ انت بتعرفش تكلميني ولا ايه؟ تكلميني انا الكبير. ساتر عليك. بتمد ايدك عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ والله يا طخك على الريل. والله ترى ايه يا كبير البندريه؟ ابعد عني. صل على النبي، صل على النبي. ده كبير ده ولا كبير ولا يعرف حاجه عن الكبرانيه. توكل على الله. خلاص العرب اللي جابوك يا اخي. خلاص يا كبير، صل على النبي. مشي. روح يا جدع. يا ساتر، صل على النبي، صل على النبي. اركب. خاب كيفك الحم صدرك. اركب قبل ما احط الشنطه عندي. لا رحمه ولا دم عند الناس. ترى ايه ما تصلي على النبي. ما تنجني مش راضي. هتعمل راسك براسه. يا ساتر. روق.
هنروح عندي الاول العزبه، وبعديها اوصلك لما نرتاح ونروق شويه لحد ما تاخد ركائب النجح. وهو بالمره هتشوف العزبه، يمكن تغار انت رخر ويكون عندك عزبه همام. ليه؟ هو كان في عزبه مناع ولا ايه؟ ايوه، وبعد ما خدت تصاريح المباني بقيت عزبه رسمي. الله يسهل لك يا واد عمي. قول يا همام. قول. ايه العمه السودا اللي فوق راسك دي؟ حلوه، شفتيها؟ شكلها عجبني. قلت اشتريها والبسها عشان شكلي يبقى غير الناس. وليه عايز تبقى غير ناسك يا همام؟ لساك عقلك صغير، ما عايز تفهم اني قلبي عليك وعايز مصلحتك. قصدك ايه يعني؟ قصدي هتعرفه بعدين. نروح الاول نرتاح ونشرب الشاي ونتكلم مع بعض وهتفهم اني ابقالك منه. تعال يا همام هوريك اللي عمرك ما شفته. ولازمتها ايه العطله دي يا واد حسان؟ ما الارض كلها شبه بعضها. يا راجل عايز اوريك نظام الري الجديد اللي انا عملته. بس مش مشوار بعيد على رجاله العيله كل يوم يجوا من النجا لغايه هنا. لا، ما عمر جوز اختي منظم كل حاجه، عامل ورديات للانفار والعمال. طول عمرك بتعمل حساب لكل خطوه تخطيها يا مناع. وي نسيت طبق الحلاوه اللي انا جايبه لنسمه وعمر، قول لي انت على المكان الجديد عبال ما اروح اديهم خبر ان عندنا ضيوف. فيش يا بنت الناس، انا همام. اللي جابك يا همام؟ جيت مع اخوكي، كان حظ الحلو هو اللي جابني عشان اشوفك وافتكر كل الايام الحلوه، كل اللي فات. استحي يا همام، استحي، عيب عليك يا راجل. ما تخافيش يا بنت الناس، ما يكونش غير كل خير. نسمة بنت، يا نسمة انت يا بنت، راحت فين البنت الملكومة دي؟ اخصى عليك يا ولدي يا بنت. بعد عني يا بنت. همام راح فين؟
كيف؟ اسكت كيف؟ أرضى لي أنا على نفسي؟ يا مري يا مري يا مري يا مري يا مري. وقف وقف يا بكري وقف. ايه بدك يا قريب بندريه، انت جاي ماشي ولا ايه؟ انا كنت فاضلك مع مناع، بقول لك ايه، وصلني لاول الطريق. طب اصبر ناخذ كم نفر معانا، انا كنت جاي اوصلني. بقول لك ايه، وصلني لاول الطريق وبعد اللي يحصل يحصل. ابغى اقول لمناع يرجع لي شنطه اللي في عربيته. راح اجيبها لك منه دلوقتي. ليه؟ وصلني الاول وبعد اللي يحصل يحصل. يلا يا قريب بندريه، لف يا ابني، خلينا نوصل الكبير. افتح يا نسمة. ايه في ايه؟ انا اللي في ايه؟ انت اللي في ايه؟ فيش حاجة، متغاظة من الاغراب اللي كل شوية مناع اخويا بتجيبهم من غير لائحين ولا دستور. هو مناع عاود؟ ما عرفت جاب همام ويا ليه؟ اللي جرى في عقل اخويا مناع. انت متضايقة ليه؟ يكونوا شافوكي وانت عند المسجد؟ لا، انا عودت على هني، لما شفت طبق الحلاوة عرفت ان اخويا مناع، عودت علشان اشوفه، لقيته ويا همام. اطلع اشوفه. انت اعملي لك همه وشهري، عمك قرب يخلص شغل في الارض. بقول لك ايه، لو همام طلب شيء اتصرف انت، انا مش فاضي اعمل شيء لحد. مالك في ايه؟ وحصل حاجه؟ ما حصلش. ما انت عارف ان همام وقف حالي سنين بزور. طب اقفلي خشمك. ليه اسمعك ده؟ قول انك محروقه منه. لا منه ولا عليه، انا محروقه على عرق اخويا اللي بجنين. بقول لك ايه، فوتني الحالي، فوتني الحالي، انا مش فاضيه. ماشي يا بنت حسان، ماشي. يعني كان في حد بيغسل المواعين هنا؟ عمر يا مناع، اخيرا شفت حد. الحمد لله على السلامه مناع. الله يسلمك. امال فين همام؟ قلبت عليه الدنيا، مش عارف غار مني فين. امال نسمه شافته معاك كيف؟ انا ما شفتش نسمه ولا شفت حد. بتقول شافت طبق الحلاوه عرفت انك عودت؟ طلعت تبص عليك لقيت همام معاك، راحت معاوده. وي وي وي، اصل نسمه ما بتطيقش همام ولا بتحب تشوف خلقته، يمكن حس ومشى، مش عارف زوغ مني فين. مناع يا مناع، همام بيقول لك ابقى اجيب له شنطته معاك. شفته فين؟ قابلته على الطريق وقال لي وصلني لاخر الاسفلت. واد مخه جزمه، الظاهر انه شك فيه اكون بسحبه عشان اقتله ولا حاجه. الظاهر كده برضك، لانه كان عمال يقول لي رجعني واستاهلي ابقى في امان. وليه همام يفكر كده؟ هو عمل حاجه يستاهل عليها القتل؟ عمل، دخل الخواجات وسطينا. جري البطاطس دي مالها؟ سيق عليك النبي يا نسمة، دورين على حتة بطاطس واحدة مش محروقة. بصراحة البطاطس اللي بتعملها أمي ما فيش أحسن منها، بخليها أتعلمك. مش نقصر خامتك أنت كمان، اطفح وأنت ساكت، واللي مش عاجبه ما ياكلش. أنا اللي محيرني إزاي البطاطس تتحرق والفراخ ما استوتش؟ كان عقلك فين يا نسمة؟ ما قلت لك، أنا شوف اللي اسمه همام ده يركبني 100 عفريت ودم يتحرق، معرفش أخويا جابه مياه ليه؟ قدر يا بنت أبوي، لقيته على الطريق، لو هملته أبقى قليل الأصل. وهي دي ناس بتعرف الأصل ولا بتصونه؟ قصدك إنه خسيس؟ وماله؟ ما الخسة مش غريبة عليهم برضك. أقوم أغسل يدي. وليه المسجة؟ الحمام عندك جوا. همشي رجلي وابقي حصليني بالفوطة يا نسمة. حاضر يا أخوي. ألو مناع، وشو مقلوب كده ليه؟ شكله متغير من وقت ما جه، حتى أول مرة ما سألنيش عملت إيه في اليومين اللي فاتوا، ولا حتى سألني عملت إيه مع المقاول.
يبقى في حاجة تانية هي اللي رجعته. كلكم هيبة. نفوت يا مناع. همام عمل معاك ايه؟ اوعي تكذبي. ولا حاجة، ده انا شفته من بعيد بس اللي كلمني ولا كلمته. امال ليه كدبتي على جوزك وقلتلي انك شفتيني وياه؟ خفت اقول له اني شفت همام وحدي يقوم يعني عقله يروح لبعيد، فقلت اكثر الشر واقول له اني شفته وياك. غروب همام بيقول انه عمل حاجة عفشة وخاف مني، انا اعرفه زين. خلاص لما تشوفه بقى اساله هو هرب ليه. روح انت. ايه خبر ايه يا ولد اخوي؟ عقلك شتت ليه؟ اقول لك ايه يا عمي، انا عايزك توقف معايا لحد ما ازمتي تعدي. ازمه؟ ازمتي كف الله الشر. فلوسي وتجارتي حتى مرتي وعيالي كلهم في خطر اذا ما عودتش ازرع المخدرات تاني زي زمان. للخواجه بيني برضك؟ ايوه، المره دي محاصرني جوه النجع وبراك. واخد الواد همام تحت باطه بيموله بالسلاح. وهو فاكر همام ممكن يعمل له ايه يعني؟ يولع حرب بيننا وبين البندريه. حرب ما تنتهيش الا وعيله خلصت على العيله الثانيه. وقتها يدخل هو النجع من غير ما حد يقدر يقول له لا. طبيعي. وهمام من ساعه ما جرب القنابل مع العبايده وهو فاكر ان الحكايه سهله. لكن وعز جلاله الله لو فكر لحظة واحدة جرب القنابل دي معانا لكون قطع راسه. يا عمي المهم نقدر نمنع السلاح قبل ما يوصل له. السلاح في يد واحد أهطل زي همام كارثة. وعشان أمنع الكارثة دي وفقت أزرع حشيش تاني. بالطريقة دي يا مناع الخواجة هيقعد يلعبك ويقوي العيلة اللي تطيعه. خليه يلعب، يلعبني ولعبه لحد ما لعبه لعبة الموت وبأمر الله حتكون نهايته. اسمع يا مناع ولدي، ايه رأيك لو تجيب مراتك وعيالك وتيجي تقعدوا معانا هنا في حمام؟ ومرتي وعيالي يعرفوا انك كنت تاجر مخدرات؟ لا يا عمي، الموت علي اهولي. مش عارف اقول لك ايه يا مناع يا ولدي، انت اللي طول عمرك بتقول والعيلة كلها بتتبعك. انا فكرت وقررت هقسم العيلة نصين، نص معاك انت وعمر تزرعوا الارض هنا ونص معايا انا عم مغاوري وشاهين هنزرعوا ارض النجم. والله وجات لك على الطبطاب يا مغاوري. عشان كده اخترته، وافهمه انه محتاج فلوس كتير لزوم المباني الجديدة، وعشان كده هنزرع زرعتين حشيش لحد من المباني التنين. لا شغلش بالك بمغاوري، وكان عليه الود ود وتزرعه العمر كله. ليه يفرح يومين ويفكر ان كان عنده حق لحد ما يعرف في النهايه ان طريق الحق ما فيهوش ضلال. انا هعود مع مناع، عايز اشوف امي وخالتي، توحشتهم. ما اقدرش احوشك، بس عندي مشكله مش عارف احلها كيف. لما يجي المقاول والعمال يشتغلوا في البيت مين هيعمل لهم اكل كل يوم؟ واه عليك يا عمر، عاوزني اشتغل خدامه للفواعليه؟ انا ما قلتش كده يا نسمه، انا قلت عندي مشكله مش عارف احلها كيف. لا انا مش حمل العيشه السوداء دي، شوف لك حل بعيد عني يا ولد الناس. ايه جريه حسك علي ليه يا نسمه؟ زهقت يا عمي زهقت. يا بنت انت تتكلمي بالطريقه دي؟ بقول لها مش عارف اتصرف كيف في اكل العمال، راحت شايطه. يا عمر يا ولد الكلام ده تتشاور فيه معانا مش معاها، هي ايش دراها؟ عمر كل مقاول يعرف اللي محتاجه هو وعماله، واحنا هنوفر له اللي يلزمه. عمر عاوزني نخدم الفواعليه يا مناع. هم متعودين على كده، يعرفوا يخدموا روحهم كويس، وان كان على الطماطم والخضار الارض اهي، واذا عايزين لحمه يا سيدي نجيب ذبايح ونذبح، يلا مفيش مشكله خالص. ولو كان عن نوم الارض واسعه، هم بيعرفوا يتصرفوا، يعملوا لنفسهم خيام ويناموا فيها. ما تعوليش هم يا ولدي. يبقى خلاص، انا ماليش عيشه وسط الاغراء. انا هرجع معاكم لامي وخالتي. ومش هعود الا معاهم، انا ما اقدرش اعيش مقطوعه كده يا ناس. روحي مطرح ما يعجبك، انا عشت هنا وانت حره. يا عمر صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، كل المشاكل دي هتتحل لما البيت يخلص.
وهيبقى هنا الاساس لينا كلنا. طب روح يا بيه، روح لامي خليك وضب حالك عشان تروح معانا. حاضر يا عمي. يا عمر بالراحة على البيت، البيت معذوره برضك، اتوحدت العمال بطلوا يجيبوا الحريم بتوعهم وهي زهقانه. الساعه الصبح بتقول كلام غير ده، تقول انها عايشه في الجنه وحدها. الجنة من غير ناس ما تنداس يا عمر. ما احنا مش ناس يا بنت الناس، ولا احنا مخلوقين من حجر؟ انت مخصوب، انا ايه اللي يخصبني؟ كتر خيرك يا بنت الناس. يا بنت اكتم يا جلالة الرباية، الرجالة بيتكلم ولا لازمة الرد الكتير. لا اله الا الله، انا اعرف ايه اللي مشجد براسك. هيكون ايه يعني؟ لا اله الا الله. شوف يا بنت ابوي، الخلفة دي رزق من عند ربنا، ولو تأخر شوية ما فيش مشكلة، كله بأوان. يلا يا بنت همي، كفاياك حديث ماسخ، لما حاجاتك هنمشي سوا. يلا